مكسرات، جميل ده، يدوبه الله، اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. الله الله، اللهم صل على النبي، الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى كحك بالمكسرات وبالعجوه، او الحشوه اللي انت بتفضليها. معايا المقادير بقى، معايا كيلو دقيق، عندي كيلو دقيق اهو، دقيق فاخر، وعندي دلوقتي وعندي نص كيلو سمنه، سمنه ايام سخناها قدحاها، عايزه تعمليها على البارد اعمليها على البارد، ده على السوق. وعندي معلقتين سمسم وحمصتهم، عندي معلقه صغيره بيكنج باودر، وعندي فانيليا ورشه ملح، شويه ملح، شويه روح موزه تدي ريحه جميله للكعك، وعندي المعلقه 3 معالق سكر ومعلقه خميره، قلبتهم مع بعض اهوت، دوبتهم في بعض السكر والخميره، دوب السكر مع الخميره، نطلع النتيجه بقى معاك جميله. هنبدا بقى نحط السمنه، الدقيق الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بالكيلو الدقيق الاول اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله، نحط عليه رشه الملح، الملح ده اساسي في اي حاجه، وانزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم السمنه سخنه، خلي بالك بقى منها، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ما احطش السمسم عشان ما يعملش مني، عشان السمنه سخنه، قال لي السمنه اول حاجه الاول. شايفين العجينة بقى معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هفضل أقلب الدقيق لما توي الدقيق خالص في السمنة. الخطوة دي مهمة، تفضلي تقلبيه في برضه دوت الدقيق في السمنة، حطي بقى السمسم، انزل الفانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك الريحة جميلة، حط السمسم بعد ما حطيت السمنة بقى، شوفي بقى العجينة معايا، اللهم صل على النبي.
شويه من جوه النص شويه صغيره. ريحه حلوه ريحته جميله. هنزل بالخميرة بقى اللي عليها المقلبها في السكر وفي اللبن شوية لبن دافين. بسم الله الرحمن الرحيم. حشوة دي بقى اختياري، عايزة تسيبيه فاضي تحشيه. بس ما مش ياخد مني لبن. شايفين بقى العجينة معايا؟ هعمل بقى شوية لبن. اللبن بقى ما تحطوش الا الاخر زي ما العجينه تاخد معاك. شايفين اهي كل ما اديها تاخد اهي لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى العجينة معايا شكلها كده بقى اللي هتاخد لبن كده. اللهم صل على النبي. ريحتها طلع جميل. عايز برضو نحط يعمل المية عاد مية أو لا. شوف المناش كده هي ماشي في العجينة ولا عايزة لبن كمان. جميل. نزل شوية لبن. نحط اللبن في الآخر حابة نحط عشان ما تجيش مني العجينة من هنا وارجع احط الدقيق تاني فخش الكحك. الدقيق بقى طبعا في ايه بيشرب كتير وفي ايه. شايفين بقى العجينه جميله ازاي؟ الله.
بس كده. العجينة معايا بس كده اهي، ريحها بقى شوية كده 10 دقايق كده، ريح العجينة. العجينة معايا بقى اهي، ريحتها شوية، العجوة عملتها خورتها اهي، حط عليها معلقة زبدة ومعلقتين سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي بقى شوفوا العجينة معايا جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله جميلة ازاي. لما تيجي بقى تلاقي العجينة كويسة معاك وتنقشها ما بقاش بيمشي فيه، ما يبوظهاش. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى بقى عايزه تعمليها فاضيه، تعمليها عاملاها بمكسرات، الحشو ده اختياري بقى، عايزه تعمليها بعجوه. شوفي بقى هنحط الحشو اهي في النص اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنصغر الكحكايه بقى عشان ايه، نسويها بقى كده. عندك بقى طباعة عايز تعملها بيها أي حاجة بقى اللي موجودة، ونقاش تنقشيها. جميل شايفين نقشة ماشية في المنقش ازاي كده. رص بقى في الصدر يعني ابعدها عن بعضها، ما لزقهوش في بعضه، اخليها عشان لما تستوي هتنفش شويه ما تلزقش في بعضها، وجوانبها تستوي وتحمر. تخليها بقى كلها كده بمقدار قد بعضها كده عشان تستوي مع بعضها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه اهي اقلبها في ايدي اهي، واعمل لها حته صغيره اهي، احط فيها حشوية، اي حشوية انت بتفضليها، عايزة تحطي ملبن تحطي لوز، تحطي بندق، تحطي عين جمل، تحشيه بالعجوة، تحشيه بملبن، الحشو ده اختياري بقى. وفي ناس بتفضله فاضي، تحبه فاضي بقى جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايديك للصينية على طول اللي انت هتحط فيها على طول.
عجينة لينة جميلة معايا تتشكل أي تشكيلة. عايزة تعملي عسل بقى، ضعف الكمية زي المقادير دي وضعف الكمية. جميل، شكلها جميل. بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن برضو تعملها وتطبعها، اسهل واسرع. مش من مكانها اهيت، شايفين؟ هتحطيها بقى في الفرن متوسط الحرارة، هتولعيه من تحت، لو عندك دقيق فوق وتحت هتقليه فوق وتحت متوسط، يعني الفرن متوسط الحرارة عشان الكحكاية تستوي. لو دقيق تحت وفوق معنى تولعي من تحت الأول، بتحطيه على الرف الوسطاني، ولما تلاقي الكحكاية استوت من الأرضية بتاعتها هترفعيها بقى على الشبكة وتولعيها الشبكة فوق الشواية، تطلع بقى معاكي جميلة روعة.
ان شاء الله تعملي تجربي في نص كيلو دقيق حد. طبعا هنسخن الفرن قبل ما تدخليها، هتكون الفرن مولع ومتسخن.